دخلت علي المي على الخيمة وعلى المطبخ، اجتني المي من هون واجتني المي من هون، ونزلت المي علي على البرندة. فقت الساعة 1 بالليل لقيت أغراضنا طايفة، فيقت البنات والله وقمت. والله عرضنا ما نشفل لساتهم كلهم مي، الحرامات مي، السنجات مي، السداجة مي، يعني شفت عينك الجو ما بيساعد ابدا. بركنا عن بيت اخويا والله ما بيقطع الحمد لله، يعني الجيران من هون سفنجي من هون حرام، يعني مشينا الحال والحمد لله رب العالمين. تدفئة ما في تدفئة، ما عندنا تدفئة خالص. بلم كرتوني من هون مثلا، عود زيتون من هون. اللي عنده تفيه يلم اكياس نايله وغيره يطلع يطبخ برا، ما بقى بيقدر يطلع في هالجو في هالامطار الغزيره. نحن من ناشد المعنيين، من ناشد المسؤولين عن هذا الأمور إلى قولنا حل. نحن بحاجة لتصريف إلى مطريات تصرف هاي المياه عن الناس أو يرحلونا على بيوت سكن. نحن بحاجة بيوت سكن لأنه صار لنا 4 سنين أغلب الخيم مهترئة، يعني اليوم خيمة 4 سنين مر عليها الصيفيات، مر عليها يعني نبتقي لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء. هذا وضعنا وهذا مأساتنا، كل سنة من مر في هالحالة هاي.